واحد السلام عليكم الاخوان، معكم جيمر كات. وفي برنامج كرسي الاعتراف في الجزء الثاني، اول حاجه رمضان مبارك سعيد، والله يدخلوا علينا ويدخلوا عليكم بالصحه والسلامه. اوكي، المثير في كرسي الاعتراف لهذا اليوم او لهذه الحلقه او الحلقه الاولى هو كيرا. مرحبا بك اخويا. الله يحفظك اخي الجيمر كات، مرحبا بك دراري. رمضان مبارك كريم عليكم كاملين، الله يدخل لكم بالصحه والسلامه باش ما تمنيتوا ان شاء الله. اوكي كيران، اخ كيران، اسم والنسب. الاسم فؤاد، النسب دوز من بعد ان شاء الله. واخا ما بغيتش تقول ما كاين لا عندك شي مشكل؟ ما كاينلاش. اوكي ماشي مشكل، هاتي سير على الله. واخا النسب المهم، انا في كرسي الاعتراف ضروري خاصك بدون لغه خشب، ضروري المسطره القانونيه اخ كيران، فهمتيني؟ يعني داكشي يكون المهم سامارش. خلينا المستوى الدراسي. نيفو باك. علاش ما خديتيش الباك؟ كنت غادي لفرنسا وما كتبش الله سبحانه وتعالى شي وبقيت في بلادي. دونك صافي، ما مكتبش. اين شعبك تيدير؟ اداب. الحاله العائليه بخير. زوينه هاد القضيه ديال بخير الحمد لله، ما عندناش وما خاصناش. اوكي مزيان. العنوان الحالي يعني اي مدينه؟ ها هو عندك مخير. حاليا ساكن في السقاط، كتكون في الكمال. سامارش مزيان. بغينا نعرفوا الاسم ديالك، شنو يعني من جبت هذا الاسم كيرا؟ كنعرفوا كيرا يعني مشتقه من كلمه ديال الكره ولا شي حاجه بحال هكا؟ هو اول حاجه كدير ايطاشي ايشيوا، هذا الاسم اللي كنت معروف به من الايام ديال يعني كنت كتفرج في الانيم ولا شنو هو؟ وي كنتفرج في ناروتو بزاف، كنتفرج في الانيم بزاف. ومن بعد كنت جيت بغيت ندير ايطاشي، وبقيت بزاف ديال بنادم دير ايطاشي في هاد الدومين هذا. قلت علاش اللي ما نختارش شي سميه اخرى اللي ما عندش بنادم؟ هنا جاتني الفكره بانني كنت محبين ديال ديت نوت، كنتفرج فيه بزاف. جاتني الفكره بانني غندير كيرا، حتى ملي دخلت بغيت ندير كيرا لقيت بلاجات واحد دير كيرا. دونك جاتني الفكره بانني نبدل في سميتي شويه ويكون عندي واحد السميه اللي ما عند حتى شي واحد اخر. صافي ودرت شكيرا يعني جاتك بحال هكا درت شكيرا. بغيتي يعني بغيت شي اسم باش انك تعرف به هادشي اللي كاين باش يبقى شي سميه ديالي انا. وي سامارس. نرجعوا للزمن، نرجعوا للزمن الماضي، نرجعوا للوراء شويه. سكيرا كنتي مدرب ديال المنتخب الوطني فيفا 17، هادشي كاين؟ وي هادشي كاين. ودرتو واحد الانجاز اللي زوين، وصلتو للدومين فيلان رغم انكم خسرتو مع فرنسا، هادشي ما ندخلوش في لي ديتاي. سامارت هادشي كاين السيكوريك؟ وي بطبيعه الحال، كنا لعبنا في دومين فينال في مع فرنسا في الام جي او في الرباط اللي كانت سكتنا داك لقيتها. وكنت لونترينور ديال ليكيب ناسيونال ديال المغرب، والحمد لله درنا واحد الانجاز زوين اللي كانت اول مره غادي توصل المغرب للدومين فينال ديال الكوب دي موند. هاد الام جي او هادو عطاكم شي حاجه؟ خديتو شي حاجه من بعد؟ وعدوكم شي حاجه ولا هو كانت واحد الصفقه بان كنا غادي نكونوا سبونسورين من عند الام جي او؟ كنا حتى وجدنا المسائل ديالنا، قادينا لي باج ديالنا، قادينا كلشي، كنكتبوا لنا في السيت ديال البطوله. ابخي كنا ما كتبش، كل واحد طريق في الدراري. ومن تما مشى، ما بقى لا سبونسور لا والو. تفرتكات ليكيب ناسيونال كله فين مشى، كان كايزر اللي مشى بلاصه اخرى، كله الدراري وفين مشى. سامر تقدر تقول لنا السيكيرا في عام او سنه ديال 2018؟ سنه 2018 كيرا تبانا في الام في بي ا وواحد الدراري صحابو، تقدر تشرح لي هادشي؟ واش مدرب المنتخب الوطني ديال فيفا 17 اللي دار انجاز زوين وصلت حتى للدومين فينال في 2018 يعني داز عام تبانا في اف في بي ا فرونس هو واحد الدراري صحابو، ما بغيناش نذكروا الاسماء ديالو. وي كنا تبانينا في 2018، مي لا غيزون ماشي شي لا غيزون اللي كبيره. تقريبا كان الدراري كاملين كيخسروا مزيان اكسترا. المشكله اللي كانت اننا كنت بعدا اللي تبانيت كانوا عندي تخوا ديال لي كونت في الاف بي ا. المشكله اللي كنت كنلقى هي كنسى كونت وكندخل بكونت اخرى، وهذا المشكل ديما عندي بانني بزاف كنحل بزاف ديال لي كونت. دابا واش تعطيني السبب الرئيسي
علاش تبان كبيرة في الفريق؟ السبب الرئيسي انني كنت تبانيت عليه، انا كنت تبانيت انني حليت بزاف ديال لي كونت في الاف في بي، تبانيت تروا ديال لي مار. ماشي الشيت؟ لا ماشي الشيت. اوكي صافي. ما مرة ما تبانيت نزيد كمل؟ ما نقاطعكش؟ ما مرة ما تبانينا على الشيت، بالعكس ليكيب اللي كنا كنلعبوا معاهم كانوا كيديروا الشيت، وراه حاليا دابا هادشي راه معروف حاليا، ممكن نرقصي منه هادشي انت نيت. اوكي سامارش دوزو. كيورا لاعب ديال الار بي، لعب شي في اول سيرفر في المغرب ديال ام اي جي مروان، ورغم ذلك خرج شي منه، خرج شي منه ومشي شي المهم مشي شي سيرفر في شي الاليت، ومن بعد رجعت. تقدر تفسر لي هادي؟ وي كنت كنقصر في الام اس جي مع مروان. مروان هو الواحد كان صادفني في رول بلاي ماروكان، هو مروان. من بعد مشيت، كانوا الدراري تقريبا لا بليباغ ديال الدراري اللي كنت كنلعب معاهم ديك الساعه، شفت الاليت كان تسولي، كانوا اسطا، كان امينوتيس، كانوا بزاف ديال الدراري اللي كنت كنلعب معاهم فيفا. وما تنساش انني كنت المانجر ديال الاليت في الفيفا، ديت معهم حتى هما بطوله ديال الفيفا في لابرو. ديك الوقيته مشيت معهم لانني كنت محتاج نكون مع واحد ليكيب لي كومبلي، واحد الناس اللي كنكونوا مجموعين بزاف. خرجت معهم، مشيت معهم الاليت، تما فين ديت رول بلاي ديال في الاليت، وفي نفس الوقت كنت كنقصر. يعني ما تعلمتيش في الام اس جي، عندك مشيتي للاليت. رول بلاي ما كيتعلمش، باش نكونوا صريحين اخي قمركات، رول بلاي كيتعاش. يعني رول بلاي تقدر تقول لك شنو غتعلم، اف 3 اف 2 داكشي كيدا، ولكن كيبقى لك اول سيرفر، ولكن اسمح لي كيبقى لك اول سيرفر لعبتي فيه، يعني تعلمتي لي باسيك اللي دير رول بلاي. زيد بطبيعه الحال اول سيرفر لعبتي فيه، ولكن باش كتقول لي الرول بلاي كيتعلم؟ ما كيتعلمش، الرول بلاي كيتعاش. راه كتقرا دابا تقريبا، راه لعبت في رول بلاي حتى عيت، وكتشوف بنادم لعب معايا حتى هي، وبنادم كبير، وبنادم بزاف ديال الحوايج، وباقي ما تعلمش رول بلاي، لان رول بلاي كاين اللي كيلعبوا على ود ستريم، كاين اللي كيلعبوا باش يعيش رول بلاي ديالو، كاين اللي كيلعب باش يعيش البيرسوناج ديالو، كاين اللي باغي يدير ستوري كله كيفاش كيلعب رول بلاي ديالو. دونك باش تقول لي رول بلاي كيتعلم؟ ما كيتعلمش، رول بلاي كيتعلم. رول بلاي كيتعاش. اوكي سامارش. نبقاو شويه في الرول بلاي، رغم انك كيورا لاعب ديال ار بي. واحد النهار شنا الاخ اوميغا، واش هي الاخ اوميغا من هذا المنبر هذا، كان في واحد الانترفيو عطاوه سؤال، يعني قالوا لي عطينا احسن لاعب ديال ار بي في المغرب، الجواب هو كان هو انت. والسؤال مره اخرى، واش كتشوف راسك احسن لاعب في الار بي في المغرب؟ هو تحيه الاوميغا اللي قال هذا السؤال، تحيه المزاقي حتى هو اللي قال هذا السؤال، اللي جاوب على هذا السؤال. هذا مزاقي واوميغا وبزاف ديال الدراري اللي جاوبوا على هذا السؤال. هذا بالنسبه ليهم، انا من الناس اللي كيقصروا رول بلاي مزيان في المغرب. بالنسبه لي انايا ماشي بالنسبه داك النيفو الكبير، من الحمد لله كنحاول نقصر واحد رول بلاي اللي غيعجب شي ناس وما غيعجب شي ناس، غيعجبني انا شخصيا. دابا شوف، واش كتشوف راسك احسن لاعب في الار بي في المغرب كما قالوا صحابك؟ لا يعني ما كتشوفش احسن راسك؟ لا ما كتشوفش راسي احسن واحد. اوكي مزيان. على ذكر الكوميونيتي ديال الاليت، ندوزو لواحد لاكسيون دارت شحال هادي في سيرفر ديال الاليت. المهم نعطيك انا لاكسيون، واحد الشرطي سيدي عليك، او عميد الشرطه تيرف لي جوندارم وجمع البوليس كاملين، وقال لهم غادي ننتحروا، وركبوا في الطياره، وبنادم بدا كيطيح من الطياره، وشفنا كيرات تبانا في السماء. يعني واش هذا السيد اللي كيلعب الرول بلاي وكيقولوا لي احسن واحد في المغرب كيلعب الرول بلاي، واش هاد لاكسيون كدار؟ بوغ ماوي نقول لك علاش؟ عطيني السبب. السبب هو مني غادي تكون نتايا كتعطي واحد لي رول، بانك بار اكزومبل ما عندكش الحق تدخل الكوميساريه، وما عندكش الحق انك دير شي حاجه في الكوميساريه. ونتايا اللي من الناس ديال المونين سيرفر كتخالف هذا الرول هذا، فما يمكنش ليا انايا غادي نصبر على هذاك الشيء اللي انت اصلا كاتبه باش ما يخالفوش واحد اخر كتخالفو نتايا. فاش غنحط انا شي حاجه، كنحط شي قانون يخصني نمشيو عليه كاملين، يا ما يمشي عليه حتى شي واحد. دونك من وجهه النظر ديالي، وي اسمح لي زيد كمل كمل، ولكن من احسن ليكيب في المغرب الحمد لله اللي قصرت معاهم رول بلاي في ديك الوقيته. ولكن بالنسبه فاش قلتي لي الحاجه الاولى، قلت لي بوغ مو ماشي عباد الله، ماشي تجمع عباد الله كاملين تقول لهم اجي انتحروا،
الحاجه الوحيده اللي غلطه وقيله عندك يمكن ما حضرتيش لاكسيون ولا ما تفرشيش فيها مزيان هي اللي قلت لهم الاخوان اللي بغى يمشي معنا مرحبا واللي ما بغاش يمشي معنا مرحبا لا ولكن هذه هذا تحريضه الاخ كيونا لا ماشي تحريض هذا الا بغيت الا بغيت الا بغيت انا شخصيا الا بغيت انا شخصيا نخرج من شي سيرفر نخرج بوحدي ماشي نجمع امه محمد نقول لهم اللي بغى يمشي اللي بغى يجي اللي بغى يطلع كنظن انني خرجت ماشي غير بغيت نخرج غنقول لهم بسلامه الله كانت ستوري ديالي تما في خاصه تسالي فداك الوقيته بانك ما عجبكش واحد الحكم ديالي انني كنشد كل مره كتهرب كل مره كتدخل الكوميساريا كتفرقع بالسيكيب بوم كتقتحم بزاف ديال الوسائل ومني كنهضروا معاك كتقول لي لا هذا هو الريبلاي ديالي كانت انا بالستوري ديالي خاصه انا تسالي بحال هكا انني واحد الشرطي اللي ما عجبوش الحال بان بزاف ديال الحوايج وقعوا منهم كان ادمين دخل وسط المحكمه كيهضر كادمين ماشي كبلاير ولا شي حاجه ما عجبوش الحال في ديك الوقيته وكيدافع على الاصدقاء ديالو من حقه ولكن كيدافع عليهم كادمين فانا من وجهه نظر ديالي الساعه ما عجبنيش حتى انا الحال كنت ردت الفعل ديالي بانني خصني انتحر والبيرسوناج ديالي تما في كان خصني سالي انا شنو كنت كندير كنت غادي انتحر وابخي غادي نكريت انا واحد البيرسوناج ونخليهم يجيبوا بوليس جديد يخدموا مي كتبانا في السمار كتبتي راه الفعل ديال كلشي ولكن شوف دابا اخيرا انت تشرح شي ليا لا سيتياسيون انا بغيتك تشرح لي انا بغيتك تعطيني واش السيدي تيقولوا لي احسن واحد تيلعب الار بي تيدير هاد الاكسيون هادي واش يمكن لي انه يدير هاد الاكسيون بالنسبه ليا وي يقدر يديرها ويقدر يدير اكثر منا واش ما كتدخل على هاد الاكسيون ما كتدخلش في ترول ما كتدخلش ترول ما كتسوش بالسيرفر اللي لعبتي فيه اللي تمدات لك اللي مدوا لك الناس يديوهم وعطاوك وعطاوك السيرفر وعطاوك ها لا بالعكس ما كتدخلش عرفتي شنو هو الترول اخي راه ملي كتجمع اصدقاء ديالك وكتقول لهم يلاه ما عندنا ما يدير ولكن ولكن اسمح لي باش شوف حنايا حنا كنعرفوا كنعرفوا الرول بلاي اللي هو الحياه الواقعيه يعني كتقم الشخصيه وكتلعبها ولكن السيد باش انه يطلع لا ولكن انا ما عرفتش ما شفت بنادم انتحر ولكن ماشي شفت البوليس كاملين واحد حرد البوليس وانتحروا من السماء لان ما كاينش هذه القضيه طلعوا الطياره غلط شوف القضيه ديال التحريض فكره غلطه بعدا لان بنادم اللي كان لعب معك في هذيك الوقيته بنادم ما عنده عقل تبارك الله وكبير فلاش ديالو عارف شنو كيدير بانهم هما كانت عندهم نفس رده الفعل ديالي ما عجبنيش الحال ما عجبهمش الحال مشينا كاملين وكانت ماشي كان في القاره ديالي بوحدي راه كانوا شي اسخ تقريبا شي 8 ولا 9 ديال الدراري ديال الاشخاص اللي كان عندهم نفس الفكره هما بغاو يسالوا ستوري ديالهم بنفس القضيه يعني التحريض باش نقول لك الخي زكريا ما تلعبش في هذا السيرفر ولعب في هذا السيرفر لا شوف شوف عندك حنا شوف شوف ماشي قضيه السيرفر غتلعب في السيرفر خد راحتك حنا ما انا ماشي نقولكش بلي انك ما خاصك تلعب ضروري تلعب في داك السيرفر وما تلعبش انا اعطيني غير سبب سبب للسيد اللي سيد انه دار هاد لاكسيون هادي وخرجها كنتي تخرج عادي ما عجبكش تخرج عادي علاش غن انا ندير هاديك لاكسيون نشوه السيرفر ونزيد ما كنشوه السيرفر في هذيك لا هذه اسمح لي هذه كانت هذه كانت شي كاستاف كون وشوتي شوتي تا سميتو تا راسك لا بالعكس كانت عندي بالعكس القضيه عندك وقيله انت فكره غلطه درت انجاز من ماشي انجاز بالنسبه لي انا ساليت ستوري ديالي هكاك وشحال من واحد كيسالي ستوري ديالو منتحر اوكي سامرش فاش قلتي ساليت ستوري منتحر ما عاد ما نقول لك اخي راه كيبقى لك هذاك الشيء المهم هذيك وجهه النظر ديالي انا بطبيعه وجهة نظر ديال الاخوه اللي كيتفرجوا فينا حتى هما ولكن بالنسبه اللي كتبقى الحاجه الوحيده هو وجهة نظرك اخيرا انت عندك مهم تبغيتي تسالي ستوري ديالك بالطريقه هذه طلعت حيت ما عجبنيش الحال ودخلوا لي زادمين بزاف في القرارات دونك بغيت نسالي ستوري ديالي بانني انتحر في وسط ديك لاكسيون سامارش اوكي من بعد هادشي انا ما اظن مشيتي درتي واحد السيرفر جديد هاد السيرفر هذا جديد كانت سمات كانت سما ايناسيو انا ما اظن واقيلا ياك بحال هكا كانت سما ايناسيو المهم كنتو تشاركتو مع شي اصدقاء وتشاركتو مع الاخوان ديال ايناسيو لي ستاف الكبار المهم درتو السيرفر من بعد ايناسيو جا عاوتاني البرادر هانز ياك كاينه هادي وي كاينه هادي اوكي البرادر هانز كانوا لي ستاف عندكم كنتي انت وكان المكي كلمك ياك وي واحد النهار كنشوفو كورة واللي معاه نحاو المكي ورغم كورة صاحب المكي بزاف ماشي صاحبه في السيرفر ولا صاحبه في ديسكور ولا صاحبه مورا كلشي مورا السيرفر مورا الكام مورا البلاي مورا الرول بلاي مورا الاربي وي
يمكن شنو يمكن لك انك تشرح لي فاتي؟ اول حاجه المكي صديق ديالي قال لي تنويع البروسيس في الايام ديال البروسيس وايام ديال جيمس، وكنا كنشاركوا في تورنوا كبار. غير حاجه خصك تفهمها هي صحبه كتبقى صحبه، خدمه كتبقى خدمه، المصلحه ديال الجميع كتبقى في كل شيء وحسن من كل شيء. ملي كيجي عندك واحد القرار من عند بزاف ديال اللي سطاف معاك، ان واحد الانسان خصو يحط الباج ديالو ولا خصو يخرج، او حنا كاملين غادي نحطوا الباج وغادي غادي نخرجوا من هذا السيرفر هذا، ما غيبقى حتى شي واحد غادي يخدم فيه، فكتكون مصلحه السيرفر كامله احسن من مصلحتي انا ولا مصلحته هو. ولكن ماشي غادي يدير المصلحه، هذا صاحبك، هذا الشيء اللي بغيت نفهمك اخي زكريا، كاين فرق ما بين الصحبه والخدمه. وي متفق معاك، متفق معاك، خدمه خدمه وصحبه صحبه، ولكن باش ان باش ان واحد باش ان واحد واحد صاحبي 12 عام مشارك معاه الطعام مدخلو لدارهم مسافر معاه 3 سنين متابع، واش ما ندمش على فاش تفارقوا المفارقه ديالهم؟ نقدر نقول لك حاجه واحده، هي فعلا كان واحد شويه ديال الندم، مي كنت مشيت عنده الخاص، وكنت مشيت عنده في ستريم ديالي، وكنت مشيت عنده في الرينيو اللي كان فيها كاع لي بلاير ديال السيرفر، طلعت منه المسامحه. دابا فهمتيني اخا كيرا، 12 عام راه ماشي هي، راه فهمت، ماشي هي شهرين ولا. انا كنت مشيت عنده في ستريم ديالي، كنت مستريمي وقلتها لي قدام الناس كاملين كانوا كيتفرجوا، هضرت معاه في رينيو قدام الناس كاملين اللي كان رايح فيها، طلبت منه السماح وقلت له عافاك ما تدخلش الصحبه في هذا الشيء هذا، لان الصحبه صحبه وهذه واحد الخدمه اللي كنخدموها في مصلحه الكوميونتي كامله، ما عندنا ما نديرو فيها. ولكن السيد باش انه يكون معكم في ستاف، ما عرفتش، المهم كندوي عليك انت، انا ما كندويش على الاخرين اللي كانوا في ستاف سميتو في السيرفر، السيرفر ديال الار بي، و هذا السيد هذا اللي هو المكي جا واحد النهار لقى راسو ما عندوش الرول، واش كانك صاحبك فاش جيتي تشوف، فاش جينا نشوفوا السبب الرئيسي اللي خلى المكي يخرج، او خرجتو نتوما بطريقه ديالكم؟ لا ما عرفتش كيفاش خرج، انما انا حتى الان ما عرفش خرج على قال لي كيرا ما كتعرفش تهضر. نقدر نقول لك هذه الفكره غلطه كامله، حيت كون كان المساله من عند كيرا بوحدو وكان المكي عبر وما غادي يخرج. كيرا كيبقى غير واحد الشخص من دوك الاشخاص اللي باينين واحد الكومينتي كامل، يعني ملي كيكون عندك واحد الستاف وكيكون عندك واحد الناس بزاف وكيفوطيو بان السيد راه خصو يخرج ولا ما خرجش راه غنخرجوا كاملين، ملي كتاخذ الفوت ديال اجل الاغلبيه ديال الناس تما الفوت راه تقريبا الاغلبيه كتفوطي بانه خصو يخرج، راه ما عندك مد، راه كيف كان كيرا كيف ما كانش كيرا غادي يخرج، كون كان كيرا بوحده ما غاديش يقول لي يخرج. اوكي سامر، كيفاش ندوزو للسؤال الاخر، كيفاش كيرا كيفاش كيجي النيفو ديال الار بي دابا بوغ لانستون حاليا في المغرب؟ حاليا نقدر نقول لك غادي في تطور، الحمد لله بدينا كنشوفوا دي سيرفر اخرين في المغرب كيتحلوا حاليا دي سيرفر ثاني بزاف، غادي كيتحلوا لي سيرفر عاوتاني، غادي كيفاش بنادم كيطور النيفو ديالو في رول بلاي. الحاجه الوحيده اللي باقي كنعانيو منها في المغرب هي لا مونطاليتي ديال بنادم، ما بقى نقدر نقول لك ماشي هي هذيك، ماشي بدك بحال زعما شنو المونطاليتي ديال بنادم كيفاش زعما باقي من ناحيه اش، من ناحيه النيفو ديال الار بي ولا من ناحيه اللعب؟ النيفو ديال الار بي بالعكس، من ناحيه النيفو ديال الار بي غادي مزيان، من ناحيه بنادم باقي ما باغيش لك الخير بانك توصل بهذا الشيء هذا، باقي ما كيحاولش يزيد به، ما حدك انت كتحل سيرفر وواحد اخر كيحل سيرفر وخدك يحل السيرفر، هذه مزيانه للجميع، هذه فكره زوينه للجميع، علاش؟ حيت كنتنافسوا في واحد لاكاليتي ديال رول بلاي، مي اش كتشوف بانك انت كتحل سيرفر والاخر سيرفر الاخر حال سيرفر غير باش يطيح السيرفر الاخر، وواحدين كيحلوا السيرفر باش يطيحوا الاخرين وكيهبطوا دي دوس اكسيتيرا، هنا باقي ما عندناش عقليه باننا نوصلوا بهذا الشيء. اوكي سامر، من المنبر ديال الكرسي الاشراف، اش قدرت تقول، تقدر تقول المكي صاحبك؟ من المنبر ديال الكرسي الاشراف نبقى نقول المكي اسمح لي يا خاي الا غلطت بقاك بزاف، الحاجه الوحيده اللي كنت كنهضر معاك على بان الصحبه ديالنا صحبه والخدمه خدمه،
بطبيعه الحال شحال مره حاول نطلب منك سماحه من هذا المنبر مدام مبارك كريم لك والعائله ديالك كامله، وكنطلب منك المسامحه مره. اوكي سامارش. اخيرا ندوز للسؤال الاخير اللي تنسولوه، شكون احسن ستريمر عند كيرا؟ احسن ستريمر فاش من ناحيه؟ حيت كاين دي ستريمر مغاربه بزاف. شنو انت كدير الطبخ؟ الجيمينغ؟ لا راه حيت كاين اللي كيدير الجيمينغ، كاين اللي كيدير الترول، كاين اللي كيدير الفان، كاين اللي كيدير احسن ستريمر. احسن ستريمر عند كيرا شكون هو؟ لا احسن خليه احسن ستريمر نشوفوا اليوتيوب، شو احسن يوتيوبرز عند كيرا؟ احسن واحد ماشي، ما نقدرش نكذب عليك ماشي الكيميك. وي ما متبعتش شي واحد في اليوتيوبرز مازال الكيميك، مش بتا واحد ما متبعتش شي واحد. كنتفرج في الدراري، كنتفرج بك انت والدراري بزاف. ولكن باش نقول لك شي واحد اللي واعر، وبالنسبه لي واعر بصح ما بغيناش لغه الخشب. بس كيرا لغه الخشب ما عندها شي واحد واعر بالنسبه لي، فرق كنتفرج فيهم كاملين وكيجيوني كاملين نفس الخدمة. نفس الخدمة. اوكي احسن ستريمر. احسن ستريمر بالنسبة لي كاين شي ثلاثة ما نقدرش نعطيك واحد. لا تعطيني واحد، اسمح لي تعطيني واحد، تعطيني واحد احسن يوتيوبر قلتها لك وحاول شي. المهم ما عرفتش واش لغة الخشاب ولا عندك واحد بغيتي تقول لنا، مي احسن ستريمر ضروري خاصك تقول. احسن ستريمر بالنسبه لي ولا يستاهل يكون احسن ستريمر بالنسبه لي هو اوميغا. اوميغا يعني اختاريتي صاحبك؟ ماشي صاحبي، اختاريت واحد الانسان عنده واحد النيفو مقود من الاخر، بنادم خدم على راسه. خليني ارسل لكم الكوميونيتي ديالكم، مسال لي جيب لي واحد، اعطيني شي واحد اخر. اوميغا ماشي في الكوميتي ديالنا، اوميغا في الكوميتي ديال فورتنايت. انا كنهضر على واحد الانسان كيلعب فورتنايت. انت عزيز عليك فورتنايت، احسن ستريمر بالنسبه لك هو اوميغا حيت كيلعب فورتنايت. وي حيت خدم على راسو، حيت مشيتش اوميغا النهار الاول والنهار دابا. لا احنا ما لحد الان باش تحيه لاوميغا من هذا المنبر هذا. غير بالنسبه اوميغا انا دابا بالنسبه للتحليل ديالي، لان اوميغا جبتك في الانترفيو اللي كان دوا لي شحال هادي على قريب الار بي، ودوزنا هذا السؤال هذا، وانت لحد الان كتقول لي ستريمر احسن ستريمر اللي هو اوميغا، يعني ما كتشوفش هذا الشيء رغم ان الصداقه بيناتكم ولا شي حاجه، يعني ما كتشوفش هذه لغه الخشب. يعني يقدر شي واحد، اعطيني شي واحد يقدر يكون عزيز على كيرا من غير اوميغا. من غير اوميغا كاين، من غير اوميغا كاين سنايبر نولو. اوكي كاين واحد السؤال اخر، رغم ان اليوتيوب ما بغيتيش تقول لي احسن يوتيوبر، هذه ماشي مشكل. علاش كيرا مشى من تويتش نيمو؟ حال لانك في تويتش ما كتحتاج شي حاجه من الاخر، وفي نيمو راك كتكون خدام بواحد الكونترا، عندك سالير، عندك سيفتك. يعني دابا لحد الان في نيمو عندك سالير؟ وي عندك سالير فيكس كتاخذو من الشارجر ديالك، عندك كونترا تيني، عندك بزاف. ما نخلوش معاك في لي ديتاي شحال كتشد، الله يكمل الله يسهل عليك. مي شي سالير، سالير مزيان ولا شي سالير مش كافئ ولا شي سالير ناقص على حساب؟ كيفاش اخي؟ قلت لك واش شي سالير اللي مزيان ولا سالير متوسط ولا سالير ناقص في نيمو؟ كذب عليك، بالنسبه لي سالير مزيان. سالير مزيان. اوكي شكرا اخ كيرا على الاجابات اللي كانوا معك في كرسي الاشراف من الحلقه الاولى من برنامج كرسي الاشراف في الجزء الثاني. تحياتي، يمكن لك انك تقول الارتسامات ديالك حول البرنامج. كنشكرك اخي الجيمر كاتر هذا البرنامج، كنتي كتحاول تستضيفني من شحال من مره، ما عادش الوقت باش تستضيفني. تحيه للدراري كاملين اللي غيتفرجوا في هذا الفيديو بهذا الحال، وكنشكرك من هذا المنبر بانك سمعتيني، ورمضان مبارك كريم عليكم. رمضان مبارك كريم. تحياتي الاخوان، الله يعاونكم، كان معكم جيمر كات، ان شاء الله الدراري نتلاقاو في الحلقه الثانيه من برنامج كل سلسله. رمضان مبارك.